بسم الله الرحمن الرحيم. معي النقيب الجليل الساده الضيوف المحترمين. يحضرني في هذا المقام ان دور اتحاد المحامين العرب كان دوما وسيظل هو درع الامه العربيه. كنا في سوريا في عام 87 وكانت العلاقات منقطعه مع الدول العربيه بسبب كامب ديفيد، وكان بسبب مؤتمر اتحاد المحامين العرب عادت العلاقات المصريه السوريه في 89، اسف. وكان أول طائرة تقل الوفد المصري من سوريا إلى مصر طائرة سورية، وبعدها عادت العلاقات المصرية السورية ومع بقية الدول العربية. ومن هذا المنطلق نؤكد أن دور اتحاد المحامين العرب كان دوماً وسوف يظل هو درع للأمة العربية، ونحن جميعاً ضد هذا الاحتلال الغاشم ضد الشعب السوري، وضد الاستيلاء على مخدرات الشعب السوري، وضد أي تقسيم تتعرض له أي دولة عربية، لأن ما تتعرض له حاليا سوريا هو مستقبلا بيعد مستقبلا لباقي التعدي على باقي الدول العربية. ومن هذا المنطلق نرى لابد أن تكون إيقارات إيجابية ضد هذا التحدي الغاشم. وفي النهاية نشكر حضراتكم، وإن شاء الله نحن قلبا وقلبا مع السوريين في هذا الاحتلال الغاشم إن شاء الله. شكرا.